وقد أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها وفخرها بعودة شباب العالم للتلاقى والتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة بمنتدى شباب العالم الذي يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا. وفي تدوينة لها على مواقع التواصل أشارت السيدة انتصار السيسي إلى أن هذه النسخة تعكس قدرة الشباب على تحدي العوائق كافة، معربة عن أمنياتها بالتوفيق لجميع المشاركين واللجنة المنظمة.